السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين والمنافقين
بل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.